القيم المعادة من التوابع. في مثالنا السابق قمنا بطباعة عبارة نصية إلى مستكشف الويب باستخدام التابع برنت بي آر. أحيانا سنكون بحاجة لتوابع تعيد لنا قيم نقوم باستخدامها في أجزاء أخرى من الكود. سنقوم الآن بإنشاء تابع يعيد مجموع رقمين. ضمن ملف نصي وبين معرفي البداية والنهاية في لغة PHP قم بالتعريف عن التابع addNums، والآن بين قوسين اكتب المتحولين firstNum secondNum، وهما يمثلان الرقمين اللذين سيقوم التابع بإجراء عملية الجمع عليهما. الآن قم بإسناد مجموع هذين المتحولين إلى المتحول result، ثم اكتب العبارة return والتي ستدل على القيمة التي يعيدها التابع وهي result. قم بإنهاء التابع. الآن اكتب الأمر print ثم التابع addNums وبين قوسين القيمتين 3 و8. احفظ الملف بالاسم function3.php ثم قم بفتحه باستخدام مستكشف الويب. ستجد أن التابع قد طبع القيمة 11 وهي القيمة المعادة من التابع addNums. إن العبارة return تأخذ عدة أشكال: return for أو أن تعيد نتيجة تعبير، return A مقسوما على B، أو أن تعيد نتيجة استدعاء تابع آخر، return another function.